قد تعتقد أنك ترى جبال مولاجي أو جبال تيبول، لكن في الحقيقة هو جبل عنتر بمدينة مشرية بن عامة، الجبل الذي أصبح البيت الثاني للمصور الشاب زكريا الذي استطاع رصد هذه اللوحات الفنية. زكريا إبراهيمي مصور هاوي من مدينة مشرية ولاية نعامة، اهتمام تصوير الحياة البرية، مهتم بتصوير الحياة البرية. الاهتمام هذا كان منذ الصغر يعني، ومع الوقت تطور وليت نستعمل الكاميرا ونوثق الحياة البرية يعني بواسطة الكاميرا ونعرف بها. أهدافي يعني أهداف بسيطة، هي تعريف بالحياة البرية في الجزائر وخاصة الجنوب الغربي وجبال الأطلس الصحراوي، والتوعية من أجل المحافظة عليها. حلم الشاب أو عاشق الجبال الأطلس الصحراوي هو المحافظة على الحيوانات، فالثروة الحيوانية والسياحة الجبلية أصبحت جد ضرورية بالنعمة. محافظة على الحياة البرية في الجزائر، ولأن الحياة البرية في الجزائر في طريقها للإنقراض نهائيا، يعني هذا بحكم التجربة تاعي والتنقل تاعي لعدة أماكن وعدة مناطق، شفت باللي الحياة البرية في وضع كارثي ويجب المحافظة عليها. الإبداع خيال والخيال للجميع، فإبداع إبراهيمي في البراري وبعدسة بسيطة استطاع بها التحدي ونشر لوحات مميزة.